المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهمش نالجسبا. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناة ديالي دائما 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 الهمش نال. لغة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بالشعر تحديدا لعلاج الشيب، مهما كان العمر ديالك، يعني فوق 60، الناس اللي عندهم يعني 60 او الفوق او 50 او 40 وكيعانوا من شيب، فان شاء الله غادي نعالجوه بواسطه هذه البصمه اللي غنخليوها في الشعر لمده ديال نصف ساعه بالكامل. اكيد كما هو مكتوب في العنوان ديال هذا الفيديو، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم يا رب، لانه كنتو كثرت بزاف اللي طلبتوا مني هذه الوصفات ديال علاج الشيب، واكيد اكيد تحت طلباتكم تحت رغباتكم جيكم باي وصفه بغيتوها. وهذه الوصفه هذه اكيد هي وصفه هنديه غتعملوها للشعر ديالكم لمده 30 دقيقه، فنتمنى تعجبكم، نتمنى تستافدوا منها ان شاء الله. بسم الله على بركة الله، نمشي ونتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة التحضير وطريقة الاستعمال. غير هو قبل ما تنسوناش دائما بالاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، يعني كاينة كبسة فكبسوا ليها باش هكذا تشتركوا في القناة. أيضا ما تنسوش تفعلوا خاصية الجرس وتعملوا بيك لايك لهذا الفيديو باش تزيدوا تشجعونا على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمرارية في القناة. أيضا ممكن تخليوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم في الكومنتار أسفل هذا الفيديو، وايضا ممكن تخليو لنا حتى الاقتراحات ديالكم في الميساج اون بريفي في لي ريزو سوسيو ديالي، اي مواقع التواصل الاجتماعي ديالي دائما كنخليها لكم في صندوق الوصف ولا في الديسكريبشن بوكس اولا في لا باغ دانفو. وباش ما نطولش عليكم كثر نمشي وباش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه ومن بعد طريقه التحضير وطريقه الاستعمال. دونك اول مكون البنات غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه اللي هو الكركم اولا الخرقوم اللي كيجي بهذا الشكل. بالنسبه لهذا الكركم ولا الخرقوم هو كركم عادي، يعني كركم الطبخ اولا الكركم اللي كنستعملوه حنا في الشيوات المغربيه في الشيوات والاكلات اللي هو كركم الطبخ، ماشي كركم الجمال. يعني كاينين جوج ديال الانواع ديال الكركم، كركم الجمال كيكون مخصص للتجميل، يعني كنعملوه للوجه ديالنا وما كيخليش لينا تصبغات، اما هذا الكركم كيخلي تصبغات بالنسبه الى عملناه على البشره، يعني كيخلي بعض التصبغات، ولكن حنا حاليا غنعملوه على الشعر ديالنا لعلاج الشيب، فهو مفيد عنده بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال المزايا، وغنستعملو غير الكركم ديال الطبخ العادي. بالنسبه لتاني مكون غنحتاجو ليه اللي هو مطبوخ الشاي اللي كيجي بهذا الشكل. مطبوخ الشاي يعني كيكون عندنا الشاي ديجا كنخليوه يكون بيت ليله باش هكذا ملي نستعملوه يكون تكون عنده يعني واحد الفعاليه في علاج الشيب، ماشي ان فوا يعني مثلا درنا الشاي نستعملوه في الوصفه فنخليوه على الاقل واحد ساعتين ولا ثلاثه السعاد نستعملوه، اما الا قدرنا فممكن نخليوه ليله كامله والغد ليه نستعملوه هذه الوصفه هذه. بالنسبه للثالث مكون اللي هو الحنه المغربيه، بالنسبه للسيدات اللي طلبوا مني وصفه لعلاج الشيب بالحنه، فالحنة كتجي بهذا الشكل. هاد الوصفه هذه صراحه البنات اللي طلبوا مني بكثره وصفه لعلاج الشيب بالحناء المغربي، يعني بغاو الحناء فلبيت لكم الطلب ديالكم. اكيد اليوم نقدمها لكم بالحناء، كما شفتوا في فيديوهات اللي سبق لي وقدمتها في القناه ما كانش بالحناء، كانت بمكونات اخرين، ممكن نستعملها بزيوت، ممكن نستعملها يعني باش مكان، ولكن ما نستعملش فيها الحناء حتى نتوما ما بغيتوهاش بالحناء. اليوم بزاف السيدات طلبوها مني بالحناء فعملتها لكم بالحناء، وان شاء الله في فيديوهات قادمه نلبي للسيدات الطلبات ديالهم سواء كانت بالحنة ولا بمكونات اخرين، يعني ما تكونش فيها الحنة، على حسب يعني الاراء كتختلف من سيدة الى اخرى، وانا كنحاول نلبي كل الاراء سواء بغيتوها بالحنة او لا ماشي بالحنة. فهادو هما ثلاثه المكونات اللي غادي نحتاجو، وغنحتاجو اكيد رابع مكون اللي ما ذكرتوش اللي هو خل التفاح اللي كيجي بهذا الشكل هذا. انا خديت هذا ديال هاد لامارك، ممكن تاخذوا اي يعني اي اسم واحد اخر واي نوعيه واي شكل، ماشي بالشرط تاخذوا هذا اللي خديت انا. المهم انا خديت خل التفاح ضروري ومؤكد نستعمله لانه كيعالج لينا الشيب. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في هاد الوصفه، غنحتاجو الكركم اولا الخرقوم، مطبوخ الشاي، الحنه، وخل التفاح. بعد ما تعرفنا على المكونات ندوزو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال.
ناخذ اناء فارغ ونبداو كنضيفوا ليه المكونات. نضيف له الحنه ثلاثه المعالق، غنضيف الكركم، هو ثلاثه المعالق، وغادي نضيف مطبوخ الشاي ونحاول نخلط الكل. غادي نعاود نضيف مطبوخ الشاي فنحاولوا نخلطوا الوصفه مزيان. غادي نحتاجوا الى خل التفاح كما سبق لي وذكرت. بالنسبه لهذا خل التفاح البنات رائع جدا 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 لعلاج الشيب. نعود نزيد نضيف خل التفاح لأنه رائع جدا في هذه الوصفة. غادي نحاول نزيد نضيف كمية من الحناء نحاول نخلط الكل مزيان يعني الكل المكونات مع بعضهم البعض باش هكذا نحصل على خليط متجانس. وبالنسبه للخليط النهائي ولا الشكل النهائي فكيجي بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو هانتوما، لانه بزاف السيدات كيسولوني على القوام ديال الوصفه. القوام ديال الوصفه خاصو يكون عقد بهذا الشكل، ما تكونش يعني الوصفه سائله ونعملوها على الشعر فما غتنجحش، خاصها تكون عقده بهذا الشكل هذا باش انفو نعملوا الوصفه على الشعر يعني تلصق كما كنقولوا تثبت على الشعر ديالنا. فالوصفه بعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو كنعملوها على الشعر ديالنا بالكامل يعني الجذور وكل الشعر ديالنا باش هكذا اي شيب في اي منطقه يزول لينا ان شاء الله باذنه كذلك. وكنخليوها من بعد 30 دقيقه كنعملوا السلوفان وكنتظروا 30 دقيقه من بعد نوصلوا الشعر ديالنا ونعملوا زيوت لترطيب الشعر. بالنسبه للزيوت فانا كنصحكم بزيت السالميه لانه كيعالج الشيب وزيت الحبه السوداء، ف
فهادو زيوت رائعين جدا كيعالجوا الشيب، وكنصحكم بهم. يعني ما تستعملوش زيوت عاديه الا عندكم الشيب كتير، خصوصا الا كنتو فوق 60 و60، فاستعملوا زيت السالميه وزيت الحبه السوداء. هاد الزيوت راهم متوفرين بكثره في المحلات التجاريه الكبرى، الصيدليات، وايضا عند الناس المختصين في بيع الزيوت بامتياز. دونك هاد الزيوت هما اللي كنفضل انا تستعملو شخصيا، لانهم رائعين جدا لعلاج الشيب. فهادشي اللي كاين البنات بخصوص هاد لاغوسيت، نتمنى سافتوا معايا فيها، نالت الاعجاب ديالكم، واهم شيء هو تجربوها وتقولوا لنا كيفاش جاتكم اكيد. والناس اللي يقولوا لي شحال مره نبقاو نستعملوها في الاسبوع، فانا كنصح بها غير مره واحده في الاسبوع. منذ اول استعمال غادي يبان لكم الفرق، ولكن دائما خاص المداومه على اي شيء طبيعي، سواء ماسكات او لا وصفات لعلاج الشيب او لا صبغات. ف يعني ممكن تستعملوها مره واحده في الاسبوع فهي كافيه، يعني حتى كنحصلوا على النتيجه اللي بغينا، ومن بعد كنبقاو نستعملوها يعني بمدة قليلة اكيد. فهاد الشيء اللي كاين البنات، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، نتمنى تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو، تشتركوا في القناة، تضغطوا على الجرس، تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله باذنه كذلك.